نشرة الأخبار الرئيسية نقدمها لكم من قناة المقام، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. الوزير الأول السيد عبد الملك سلال يجدد عزمه أن مشروع تعديل الدستور جاهز تقريبا، ولا يمكن السماح للمتورطين في المأساة الوطنية بتأسيس أحزاب. ومكتتبو عدل 2001-2002 مدعوون لاختيار مواقع سكنتهم ابتداء من يوم السبت المقبل. دوليا، البرلمان التركي يمدد تفويض الجيش للقيام بعمليات عسكرية في العراق وسوريا. ثقافيا، فعالية اللقاءات السينمائية ستنطلق غدا من ولاية بيجايا. أهلا بكم. أنهى الوزير الأول عبد الملك سلال الجدل المثار حول عودة زعيم يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل مداني مزراق، وإعلانه عن تأسيس حزب سياسي جديد، بالقول أن الدولة الجزائرية لن تسمح للذين تبت تورطهم في المأساة الوطنية خلال التسعينيات بخرق الدستور وميثاق المصالحة الوطنية والعودة إلى الساحة السياسية. عمار إسماعيلي. بهذا التصريح يكون الوزير الأول عبد الملك سلال قد قطع جميع التأويلات التي صاحبت إعلان مدني مزراق إنشاء حزب سياسي. وبلهجة التحدي قال سلال إن الدولة لن تسمح لمن تورطوا في المأساة الوطنية بخرق ميثاق المصالحة الوطنية وإنشاء حزب سياسي، وذلك طبقا لقوانين الجمهورية وعلى رأسها المادة 26 من اتفاق السلم والمصالحة الوطنية والمادة 5 من قانون الأحزاب. وأضاف سلال على هامش افتتاح الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني أمس أن المصالحة الوطنية أتت بثمارها في الميدان ولا رجوع للماضي الذي كلف الجزائر الكثير. فالدولة، يضيف سلال، بكل مؤسساتها ترفض الرجوع بالجزائر إلى الوراء، فهي تعمل حاليا على مكافحة الإرهاب، مضيفا أنه بعد مرور 10 سنوات على التطبيق الميداني لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاها الشعب، يتحدث البعض عن إمكانية عودة بعض الأحزاب السياسية المنحلة إلى الساحة السياسية، برغم أنهم وقعوا على ميثاق فرض عليهم واجبات يريد البعض اليوم التراجع عنها. وبخصوص الوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، قال الوزير الأول إن الكل يعلم أن الدولة عرفت صدمة اقتصادية ونحن نعمل على تجاوزها بالتعاون مع كل الشركاء من أحزاب سياسية ومجتمع مدني للخروج من هذه الأزمة من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الجريئة تحدث لخلق ثروة وليس كما يتحدث عليه البعض التقشف الذي يولد الإحباط. افتتحت الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه لهذه السنة، وذلك بالتأكيد على ضرورة رص الصفوف وتكاتف الجهود من أجل صيانة المكاسب المحققة من جهة وحماية أمن البلاد واستقرارها من جهة أخرى. عقيل حشاني. في دورة يرتقب أن يناقش جدول أعمالها 10 مشاريع قوانين جديدة، افتتح البرلمان بغرفتيه الدورة الخريفية التي أكد رئيس المجلس الأمة عبد القادر بن صالح في جلستها الافتتاحية في كلمة قرأها نيابة عنه نائبه الحاج العايب، أنها تصب في الاتجاه الذي يتماشى مع السياسة المنتهجة والرامية إلى ترشيد النفقات، كما أنها تتماشى واستراتيجية الدولة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار. من جانبه، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة في افتتاح الدورة الخريفية للمجلس على ضرورة تكاتف الجهود والتوافق بين الفعاليات السياسية والتنظيمات الاجتماعية والثقافية لحماية الجزائر والدفاع عن أمنها واستقرارها. وبخصوص جدول أعمال الدورة الخريفية، أكد السيد ولد خليفة أن المنظومة التشريعية ستعرف العديد من النصوص القانونية المهمة لتأطير الإصلاحات الشاملة وتجسيد مبادئ الحكم الراشد، ومن بينها قانون المالية لسنة 2016، وهو مشروع القانون المتضمن الموافق على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي 2015، وكذا قانون الإجراءات الجزائية، قانون تسوية الميزانية 2016، قانون الصحة، قانون ترقية الاستثمار وتطوير المؤسسات، إضافة إلى قانون تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصصتها، قانون النشاطات الإشهارية، وقانون المتعلق بالتكييف، وكذا القانون المعدل للجمارك.
وفي النشاط الحزبي، عقدت الأمانة الوطنية لتجمع الوطني الديمقراطي لقاء مع منتخبي الحزب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على مستوى المقر المركزي للحزب تحت رئاسة الأمين العام للحزب نيابة أحمد ويحيى. وقد سمح هذا اللقاء الذي ميزه نقاش ثري لقيادة الحزب من إعطاء توجيهات لبرلماني التجمع بخصوص حثهم على المشاركة الفعالة في النقاش وفي دراسة مشاريع النصوص على مستوى غرفتي البرلمان، إضافة إلى دعم مشاريع النصوص التي تعرضها الحكومة بالتصويت لصالحها، وكذا التجنيد في الميدان من أجل تحسيس المواطن برهانات الأزمة المالية الحقيقية التي تواجهها الحكومة. تستقبل مختلف المؤسسات التربوية بداية من الأسبوع القادم أزيد من 8 مليون تلميذ في مختلف الأطوار الثلاثة، حيث تشير أولى المعطيات عشية الدخول المدرسي إلى أنه سيتم بهدوء واستقرار مع استمرار مشكل الاكتظاظ نظرا لارتفاع عدد المتمدرسين مقارنة بالسنة الماضية. التقرير لعقيل حشاني. جملة من التدابير والإجراءات خصصتها وزارة التربية الوطنية لضمان دخول اجتماعي هادئ، حيث خصصت الوزارة الوصية العديد من الهياكل البيداغوجية خلال السنة الدراسية 2015-2016 لاستقبال أزيد من 8 ملايين تلميذ في مختلف الأطوار، كما رصدت غلافا ماليا لا يقل عن 900 مليار سنتيم خصصتها الوزارة لمنحة 3000 دينار سيستفيد منها حوالي 3 ملايين تلميذ، كما سيتحصل أكثر من 1 مليون تلميذ على المآزر المدرسية بالمجان. ومن ضمن الإجراءات المتخذة الانتهاء من طبع 55 مليون كتاب مدرسي موزع على كامل المؤسسات التعليمية في كافة الأطوار بدخول كتاب جديد هو كتاب التعليم الألي لطلبة الثانوي واتخاذ الأسلوب التدريجي في إعادة النظر في الكتب المدرسية. ومن جانبها اتخذت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الجزائر إجراءات خاصة لإنجاح الدخول المدرسي والاجتماعي من خلال وضعها لمخطط ميداني يرتكز على تخصيص دوريات محمولة وراجلة بمحاذاة مختلف المؤسسات التعليمية لخلق جو من السكينة والأمن لدى المتمدرسين. أعلن وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر والي من ولاية وهران مشروع دمج وكالتي إنجاز وتسيير الطريق السيار شرق غرب حتى تصير وكالة محددة تكلف بالمهتمين، وذلك تحسبا لبرمجة الدفع. هذا وسيتم تزويد محور الطريق السيار بكاميرات المراقبة ووسائل تكنولوجية أخرى، وذلك لتسهيل عمليات تدخل مختلف المصالح المعنية إلى جانب وحدات المراقبة والتدخل التابعة لقطاع الأشغال العمومية والمكلفة بالصيانة السريعة للطريق. على هامش الندوة التاريخية التي نظمت بالمتحف الوطني للمجاهد في إطار الحصة الأسبوعية موعد مع التاريخ، أبرز أخصائيون في التاريخ وإعلاميون ومجاهدون أن شريحة الشباب كانت دائما في الرياضة عندما تعلق الأمر بالحفاظ على الوطن ووحدته واستقلاله وسيادته، مؤكدين أن لهذه الشريحة دورا أساسيا في تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ عليها. سهام سهل حضرت الندوة وجاءت لنا بالتالي. لأننا لا نملك إلا هذا البلد هي النقطة التي استهلت بها الندوة، حيث اتفق أخصائيون في التاريخ وإعلاميون ومجاهدون أن لا بديل لنا سوى الجزائر ووحدة الوطن، وأن الهدف الأساسي الذي يجب أن يشغل الشباب في ثقافته وتكوينه وعقيدته هو الوحدة الوطنية. وإذا ما استعرضنا تاريخنا نجد أن هناك خصوصية تنبع من كون عنصر الشباب في هذه الأمة عبر استمرارية وجودها وعبر الرسالة التاريخية التي نقرأها. لا نستطيع أن نقول الربط بين الماضي والحاضر، لأن الحاضر هو انعكاس للماضي، لأن الجيل الحالي هو من سلالة ذاك الجيل الذي صنع المعجزات والذي صنع الانتصارات، وبالتالي فالرابط هو رابط عضوي، فيعني هذا الشبل من ذاك الأسد، وبالتالي الاستمرارية في التواصل، لكن الذي يجب
لأن لا تكون هذه الاستمرارية عضوية فقط، وإنما يجب أن تكون هناك استمرارية في الفكر، استمرارية في النهج، استمرارية في المبدأ، استمرارية في التربية. من جهته تأسف المحامي عمار رخيلة للقطاعة التي يعيشها جزء من الشباب مع المجتمع، مستندا إلى أرقام الضبطية القضائية. لا إحصائية تقول في حضور ممثلي الضبطية القضائية موجودين معنا هنا، تقول باللي عندنا مليون من الشباب الجزائري يعيشوا في قطيعة مع المجتمع، وهذا المليون تمتد الأعمار تاعهم بين 16 و25 سنة. وفي مداخلة أدلى بها الإعلامي بكي بن عمر، مؤكدا أن مفهوم الوطنية نشأ من حب الوطن، وأنه وجب علينا كإعلاميين جعل الإعلام رسالة تحمل قيما وطنية وفنية وجمالية لكي نستشرق المستقبل بآلية الإبداع. إذن الإعلام هو الذي قادر بمختلف وسائطه أن يعزز مفهوم الدولة ومفهوم الوطنية لدى شبابنا. للأسف لأتحدث عن نفسي، لحد الآن ليس هناك مثلا لقاء إعلامي بين الإعلاميين والمنتسبين للإعلام والمشتغلين عليه لبلورة مخطط استراتيجي لصناعة المجتمع، لصناعة منظومة اجتماعية. إذن وجب علينا غرس قيم المواطنة في أبنائنا، معتبرين بجيل الثورة، وإعادة قراءتها بكل مفاهيمها ومراجعة نصوصها، وأن نستمدها من تجارب ناجحة وصادقة لكي نبرهن للعالم أجمع أنه لا بديل عن الوطن الأم. كما دعت وزيرة الثقافة السابقة السيدة نادية العبيدي شباب اليوم إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فعلا استفدت كثيرا اليوم بهذه الأمسية وبمداخلة الأساتذة الكرام فيما يخص دور الشبيبة في تعزيز الوحدة الوطنية. والحاجة التي استفدت منها هو هذه العلاقة الوطيدة الموجودة بين الشباب في الماضي والشباب اليوم. نشوف باللي هذه النقطة المتعلقة بتعزيز الوحدة الوطنية نقدر نأخذها من الماضي، وعندما نرى أن الثورة الجزائرية العظيمة والكبيرة هي من صنع الشباب. من جهة أخرى تم رصد بعض آراء الشباب في نظرتهم كجيل صاعد إلى دورهم الريادي في الحفاظ على الوحدة الوطنية. الوطنية جاتنا المأساة تاع كاترفانديس هذه، زادت ما معدها سلبيات وكلش، دارت إيجابيات. من الإيجابيات تاعها زادت وحدة، بالأخص احنا الجيل، احنا الجيل هذا الصغير ما حضرناش للثورة الأولى، حضرنا للثورة الثانية، زادت وحدتنا وشفنا ذلك المأساة وش دار فينا الإرهاب وش دار هكذا. صرف 92، احنا جينيراسيون جديدة، احنا ما حضرناش الأحداث 92 و93، بصح نعرفوا باللي المشكل كان خارجي، ربما أطراف أخرى احنا ما نعرفوهاش، بصح هي اللي تسبت في الأزمة الداخلية. من المجاهدين ما ضحاوش في باطل على جالنا، ألوغ لازم نافونسيو للقدام، لازم نضحوا على جال بلادنا، لازم نخدموها، ما نوليش للور. في لازم نديروا يد في يد باش نشوفوا لبلادنا كيفاش نطوروها، كيفاش نحسنوها، ما نخلوش القوى الخارجية تدخل فينا. ودائما في إطار الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن بلادنا، أكد مجاهدون أن ترابنا هو قيمة رمزية وجب حمايته من كل متربص به، خصوصا وأن جيل الثورة كان متشبعا بالوحدة الوطنية. هذا ما أكدوه في ميكروفون سهام ساهل. اليوم ما تختلف تطلعات هذا الشباب اليوم، مسارهم غير تطلعات الأمس، غير مسار الأمس، تحديات تاع اليوم غير تحديات الأمس، المنتظر من الشباب اليوم غير الشيء اللي كان منتظر منه الأمس. إذا كان بالأمس كان منتظر منه أنه يضحي بالنفس، اليوم مطلوب منه أنه يكون وطنيته في أنه يكون نفسه تكوين، يتسلح بأسلحة العصر، يلتزم روح المواطنة،
يعمل جاهدا للنجاح في حياته المهنية والاجتماعية. كنقول على الشباب أن يفتكوا بجدارة حصتهم في المجالس المنتخبة، وأن يسعوا لكل لهم دور في صنع القرار السياسي في البلاد ومتابعة، وليس ذلك بالأمر الصعب، لأنه منطق التاريخ ومنطق بيولوجية يقول الكلام هذا، أنه جيل الثورة الآن بالنسبة لنا بيولوجيا انتهى، وعليه المشعل لابد من أنه لا أقول يسلم لأنه لم يتم تسليمه، ولكن قل حان الوقت لجيل الاستقلال أنه يتولى شؤونه وشؤون البلاد. سيشرع مكتتبو برنامج سكنات عدل للبيع بالإيجار 2001-2002 في اختيار مواقع سكنتهم ابتداء من يوم السبت، وذلك قبل أن تتوسع هذه العملية لاحقا لتشمل مكتبي برنامج 2013. عقيل حشاني. دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل مكتتبي برنامج سكنة البيع بالإيجار لبرنامج 2001-2002 الذين قاموا بتحيين ملفاتهم في 2013 وسددوا الشطر الأول من قيمة المسكن والمقدرة ب 10% إلى اختيار مواقع سكنتهم ابتداء من يوم السبت على الموقع الإلكتروني adl.com.dz. وبلغ عدد مكتتبي عدل برنامج 2001-2002 أزيد من 100,000، منهم 89.152 مكتتب قاموا بدفع الشطر الأول. وسيتم دعوة المكتتبين أيضا إلى ملء الاستمارة الموجودة في الموقع وإلى الحضور إلى المواعيد التي تنشر على الموقع نفسه، وهذا على مستوى الوكالة الولائية والمديرية العامة بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر لسحب الأمر بدفع الشطر الثاني المتكون من 5% من سعر المسكن. ويتعين على المستفيدين الجدد دفع الشطر الثانية المحدد ب 5% من السعر الإجمالي للسكن المقدر ب 2.1 مليون دينار جزائري بالنسبة لمسكن مكون من 3 غرف، و 2.7 مليون دينار بالنسبة للمسكن المكون من 4 غرف قبل حصولهم على قرارات المنح المسبقة. وتعتزم وزارة السكن استلام حوالي 460 مسكن خلال السنة الجارية، وهو رقم لم يسبق وأن حققه القطاع من قبل حسب حصيلة قدمت في شهر مارس الماضي. وفي أخبار الأمن، تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الولائي للبوليدة من حجز كمية من المخدرات التي كانت موجهة للترويج على مستوى أحياء المدينة. الكمية هذه تناهز القنطار و12 كيلوغراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى استرجاع 13 سيارة مسروقة. التقرير لسهام ساهل. بعد حصول عناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية البوليدة على معلومات مؤكدة تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة تنشط بمحور مدينة البوليدة والمدن المجاورة لها، تم رصد تحركات هذه الشبكة الإجرامية وتحديد عناصرها. الضبطية القضائية وبعد توقيفها للجاني متلبسا وحجز كمية أولية مقدرة ب 7 كيلوغرام من الكيف المعالج، تم بعدها محاصرة المسكن القريب من نقطة الإيقاف وحجز الكمية المتبقية لتبلغ الكمية الإجمالية 112 كيلوغرام كانت مخبأة وموزعة بأحكام داخل براميل، واسترجاع سيارتين. على إثر معلومات وردت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البوليدة تفيد بوجود مجموعة إجرامية تحترف في المتاجرة في المخدرات، تمكنت الفرقة الجنائية من تفكيك هذه الشبكة وإيقاف عناصرها البالغ عددهم 3 عناصر وحجز كمية إجمالية تفوق القنطار بوزن إجمالي 112 كيلوغرام وسيارتين. تأتي هذه العملية النوعية بناء على تعليمات وتوجيهات القيادة العليا للأمن الوطني، تم إنجاز ملف إجراءات قضائية ليقدموا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفريك. كما تمكنت ذات المصلحة من تأطير أحدى العمليات النوعية التي حالت دون تمكن سارقي المركبات من بيع سيارة من نوع بيجو بمبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم. وبعد التحقيق تبين أن لهم شركاء آخرين وأنهم قاموا بالاحتيال على أصحاب وكالات ليتم تزوير وثائق هذه المركبات، حيث أسفرت العملية أيضا عن استرجاع 13 مركبة من مختلف الأنواع وتوقف 3 شركاء آخرين.
على إثر معلومات وردت إلى فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية البليدة، مفادها قيام شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية. وباستغلال لهذه المعلومات التي أثمرت عن تفكيك هذه الشبكة والمقدر عددها بخمسة أشخاص، وفي ظرف وجيز تم استرجاع 13 مركبة من مختلف الأصناف، وبالتنسيق الدائم مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة تم الانتقال إلى ولايات مجاورة لاسترجاع باقي المركبات المسروقة. ومرة أخرى تثبت مصالح الأمن الوطني جدارتها في مكافحة الجريمة والتصدي لها بشتى أشكالها، وذلك تحت توجيهات وترشيدات القيادة العليا للأمن الوطني. دولياً، قال مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيؤكد للعاهل السعودي الملك سلمان التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في التصدي لأي تهديد أمني إيراني، على الرغم من قلق بعض حلفاء واشنطن الخليجيين من أن اتفاقاً نووياً جديداً قد يعزز نفوذ طهران في المنطقة. عمار إسماعيلي. يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يستضيف الملك سلمان يوم الجمعة في أول زيارة للعاهل السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ اعتلائه العرش في جنب الفارط إلى تهدئة المخاوف لدى أهم شريك عربي من أن رفع العقوبات عن إيران سيسمح لها بالتحرك بطرق مزعزعة للاستقرار. يأتي هذا قبل أقل من أسبوعين من تصويت محتمل في الكونغرس الأمريكي على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ست قوى عالمية وإيران، وتريد إدارة أوباما استخدام الزيارة لتعزيز العلاقات مع السعودية بعد فترة من التوترات. وقال بن رادس مستشار أوباما للأمن القومي: نحن نتفهم موقف السعودية بشأن ما قد تفعله إيران مع استفادة اقتصادها من رفع العقوبات واستعمال تلك الأموال في أنشطة شريرة، مؤكدا عزم الولايات المتحدة الأمريكية التصدي لأي تهديد إيراني على دول الخليج. ويتهم زعماء دول الخليج العربية السنية إيران الشيعية بإذكاء العنف الطائفي في دول مثل اليمن وسوريا والعراق. وقال روتس إن الملك سلمان من المتوقع أن يعبر عن الارتياح للاتفاق الإيراني فيما يتعلق بالمسألة النووية، لكنه سيكرر المخاوف السعودية بشأن تحركات طهران. وأضاف أن إدارة أوباما تركز على تقديم المساعدة التي وعد بها الرئيس الأمريكي عندما استضاف قمة عربية خليجية في كامب ديفيد والتي عرفت غياب الملك سلمان، تتمثل في مساعدة دول الخليج في تحقيق تكامل بين أنظمتها المضادة للصواريخ الذاتية الدفع وتعزيز أمن الشبكات الإلكترونية والأمن البحرية. وسيناقش الزعيمين أيضا أسواق الطاقة العالمية والصراع المسلح في اليمن وسوريا ومدى قلق الولايات المتحدة الأمريكية من سقوط ضحايا مدنيين في اليمن. دوليا دائما، صدق البرلمان التركي على تمديد تفويض الحكومة التركية لقيام الجيش بعمليات عسكرية في كل من الأراضي السورية والعراقية ضد الجماعات المتطرفة عند الضرورة ولمدة عام آخر. عقل حشاني. في جلسة طارئة بناء على طلب نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، مدد البرلمان التركي التفويض لعام آخر يسمح للجيش التركي محاربة المتطرفين والناشطين الأكراد في العراق وسوريا. وقد نصت مذكرة التفويض على أن الغرض منها هو الحفاظ على المصالح العليا للجمهورية التركية وإتاحة اتخاذ خطوات سريعة وفعالة من قبل الحكومة وفقا لآخر المستجدات لتفادي الوقوع في مواقف فيصعب تفاديها في المستقبل. كما أتاح تفويض السماح لقوات أجنبية بالتواجد داخل تركيا عند الضرورة للتعامل مع التهديدات الإرهابية والمخاطر الأخرى التي قد تهدد الأمن القومي. ونص التفويض على أن قرار المصادقة جاء بناء على تزايد التهديدات للأمن القومي في الحدود البرية الجنوبية لتركيا، مع استمرار تمركز عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، إضافة للمخاطر والتهديدات المتزايدة من قبل التنظيمات الإرهابية الأخرى المتمركزة في كل من سوريا والعراق. ووفقا لهذا التفويض، تقوم الحكومة التركية بتقييم الوضع وتحديد المناطق وشمولية وحجم ومدة العملية العسكرية التي ينبغي القيام بها عند الضرورة. يذكر أن تركيا سمحت مؤخرا لدول التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي باستخدام قاعدة إنجرليك العسكرية لشن ضربات جوية على أهداف تنظيم المتطرف في سوريا والعراق.
عاد والد الطفل السوري اللاجئ الذي مات غرقا وأثارت صورته ممددا على بطنه على رمال شاطئ جنوب غربي تركيا صدمة حقيقية وموجة تأثر بها العالم اليوم إلى مدينة كوباني، وذلك لدفن عائلته. ووصل عبد الله كردي إلى مدينة سوروج التركية الحدودية مع جثامين الطفل وشقيقه ووالدتهما الذين ماتوا غرقا لدى محاولتهم مغادرة تركيا إلى اليونان. ويحاول كردي اجتياز الحدود للوصول إلى مدينة كوباني السورية التي ينحدر منها. مزيدا من الأخبار الدولية جمعتها لنا سهام ساهل في متفرقات دولية. نستهل مختصرتنا الدولية لنهار اليوم بأسعار النفط الخام بفضل الأداء القوي لأسواق الأسهم الذي عوض تأثير زيادة مفاجئة في مستويات المخزونات الأمريكية وارتفاع الدولار، إضافة إلى هدنة الأنباء الاقتصادية المخيبة للآمال في الصين في عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفع النفط الخام الأمريكي من 1.70 دولار إلى 47.95 دولارا للبرميل بعد أن انخفض في وقت سابق من المعاملات إلى 45.65 دولار، وذلك بعد صعوده 84 سنتا. وفي الشرق الأوسط، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ولاقتسام السلطة مع معارضة بناءة، ودعا بوتين إلى إنشاء ائتلاف دولي للتصدي للتطرف، قائلا أن أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول هذه المبادرة. وتعتبر تصريحات بوتين أوضح تصريحات منذ أسابيع عن الطريقة التي قد تجدها موسكو مقبولة للتعامل مع الأسد. وفي تركيا، غدة نشر صورة جثة الطفل السوري إيلان الكردي تعبث بها الأمواج على شاطئ بودروم في جنوب تركيا، دعا الرئيس التركي طيب رجب أردوغان إلى توخي المزيد من العطف والإنسانية في التعاطي مع أزمة اللاجئين من الحرب الدائرة في سوريا. وفي آسيا، أقامت الصين عرضا عسكريا ضخما في ساحة تيان في بكين، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لاستلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. وبهذه المناسبة ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة قال فيها أن بلاده ستخفض جيشها بمقدار 3000 جندي وستمضي دائما على طريق التنمية السلمية. وإلى أخبار السينما، يعد فيلم إيفرست لمخرجه الأيسلندي بالسار كورو ماكور سيفتح فعالية مهرجان البندقية السينمائي في دورته 72. المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا وضح سبب اختيار هذا الفيلم لأنه من فئة خاصة في مجال الأفلام. عودة إلى أخبار الوطن. في الثقافة، ستنطلق ابتداء من 5 من سبتمبر فعاليات اللقاءات السينمائية بولاية بجاية، والتي ستتضمن هذه الطبعة عرض 35 فيلما بين وثائقي وقصير ومطول على مستوى المسرح الجهوي، والتي ستدوم إلى غاية 11 من سبتمبر الجارية. أكثر تفاصيل مع زكريا آتي. يشارك 35 فيلما أغلبها يعرض لأول مرة في الجزائر في الطبعة 13 للقاءات السينمائية ببجاية التي ستنظم من 5 إلى 11 سبتمبر الجاري. وسيتم خلال هذه الطبعة التي ستدشن بتقديم فيلم وثائقي 10940 امرأة للمخرج نسيم قسوم، عرض 35 فيلما ما بين الوثائقي والفيلم القصير والفيلم المطول على مستوى المسرح الجهوي لبجاية، الذي سيحتضن كذلك اللقاءات المنتظرة مع المخرجين. كما أن هذه اللقاءات التي ينتظرها الجمهور ولتنظمها جمعية بروجكت أورتس تسعى إلى أن تعرض لأول مرة في الجزائر عدد الأفلام الجزائرية. وسيعرض أمام الجمهور أيضا عدد من الأفلام القصيرة التي تمثل أكثر من نصف برنامج التظاهرة، فضلا عن بعض الأفلام الطويلة منها حمى للمغرب هشام عيوش، وتاريخ يهوذا للسينما الجزائري رابع عامر زعميش، واليوم للسينيغالي ألان غومي. بالموازاة مع اللقاءات، سيحتضن مسرح بجاية كذلك معرضا للصور الفوتوغرافية، حيث سيتم دعوة المصورين للقاء مع مخرجين ومدراء تصوير للنقاش حول العلاقة بين السينما والصورة. كما سيقوم المخرج مالك بن اسماعيل بتنشيط ورشة لكتابة الأفلام الوثائقية
مدبوعة بمائدة مستديرة حول السينما الإفريقية وشبكة التمويل التي ينشطها رئيس الاتحادية الإفريقية للسينمائيين المخرج المالي الشيخ عمر سيسكو. لتذكير أن اللقاءات السينمائية لبجاية تم إنشاؤها سنة 2003 من قبل جمعية بروجكت أورتس بدعم من الجماعة المحلية والمعهد الفرنسي بالجزائر وبعض المتعاملين الاقتصاديين المحليين. تجرى هذه السنة بمتحف السينما والمسرح الجهوي للمدينة حسب ما أكده المنظمين. وهكذا أتيحت الفرصة للجمهور الجزائري لمشاهدة السينما الجزائرية. في ريبورتاج النشرة، يعد مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي منارة روحية ومعمارية مميزة تشع منها قيم التراحم والمودة والتواصل الروحية. سمي بن صديرة تأخذنا لزيارة هذا المسجد الذي يعد نموذج لفن العمارة الإسلامية العريقة. مسجد الشيخ زايد، المعجزة المعمارية على ضفاف ساحل الخليج العربي في أبو ظبي، يعتبر صرحا إسلاميا بارزا ونموذجا للإبداع المعماري والهندسي، مما جعله من أهم الواجهات الحضارية ذات الطابع الديني في الإمارات. يعتبر مسجد الشيخ زايد قبلة لسكان الإمارات والسواح أيضا، تشد إليه الرحال في كل وقت لاكتشاف الفن المعماري الراقي، مما وضعه في مصاف المساجد الكبرى في العالم الإسلامي بعد بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. رغم حداثة بنائه، تتسمم هذه التحفة المعمارية الإسلامية بالعديد من السمات العالمية وتوظيفها لمجموعة من الجدران المصممة بالطرق المعمارية الإسلامية المختلفة. يستوعب هذا المسجد حوالي 40.960 مصليا، منهم 7.126 في القاعة الرئيسية والباقي في الساحات. كما تعتبر السجادة الموجودة في القاعة الرئيسية الكبرى في العالم، حيث تغطي 7.119 مترا مربع وتضم 35 طنا من الصوف والقطن، فيما شارك في نسجها 1200 حرفي في منطقة مشاهدين في إيران. ومن جهة أخرى، استخدم في منطقة المحراب ذهب من عيار 24 قراطا وأوراق ذهبية وزجاج وفسيفساء. ويحتوي هذا المسجد على 1.96 عمودا في المنطقة الخارجية و96 عمودا في القاعة الرئيسية للصلاة، وهي تتضمن أكثر من 2000 لوح رخامي صنع يدويا مغطاة بأحجار شبه كريمة. تعد هذه التحفة المعمارية نموذجا للفن والعمارة الإسلامية، تجسد خلاصة الإنجاز العربي الإسلامي في تناغم رشيق. بهذه الصور الجميلة نأتي إلى ختام هذا الموعد الأخباري، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. الوزير الأول السيد عبد الملك سلال يجدد عزمه أن مشروع تعديل الدستور جاهز تقريبا، ولا يمكن السماح للمتورطين في المأساة الوطنية بتأسيس أحزاب. ومكتتبو عدل 2001-2002 مدعوون لاختيار مواقع سكنتهم ابتداء من يوم السبت المقبل. دوليا، البرلمان التركي يمدد تفويض الجيش للقيام بعمليات عسكرية في العراق وسوريا. ثقافيا، فعالية اللقاءات السينمائية ستنطلق غدا من ولاية بجاية. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.